أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه التغطية الخاصة لمتابعة آخر التطورات في لبنان. الرئيس رئيس الحكومة سعد الحريري يقدم استقالته بعد أن كما قال وصلت إلى طريق المسدود وأصبح لزاما عمل صدمة كبيرة لمواجهة الأزمة. والصدمة كانت استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري التي قدمها منذ قليل إلى رئيس الجمهورية ميشيل عون، وغادر قصر العبدة قصر الجمهورية دون أن يدلي بأي تصريح. إذن تطور أيضا تزامن مع احتكاكات واشتباكات واعتداءات بالعنف عرفها الاعتصامات اليوم في بيروت. بعض الأطراف محسوبة على تيارات سياسية لبنانية ذات طابع طائفي حسب بعض التقارير الإعلامية اعتدت على المعتصمين في ساحات الاعتصام في بيروت. دعوات من مختلف أقطاب السياسية في لبنان لملازمة الهدوء والمحافظة على السلم الأهلي. رئيس حزب اشتراك التقدمي وليد جنبلاط زعيم الدرزي دعا إلى الهدوء والحوار، وأيضا العديد من المسؤولين في أحزاب سياسية أخرى وكذلك في تيار المستقبل الذي ينتمي إليه سعد الحريري. نتابع بعض هذه كلمة الاستقالة لسعد الحريري ثم نعود لمواصلة النقاش. 13 يوم والشعب اللبناني ناطر قرار بحل سياسي يوقف التدهور، وأنا حاولت طول هالفترة لاقي مخرج نستمع من خلاله لصوت الناس ونحمي البلد من المخاطر الأمنية واقتصادية ومعيشية. اليوم ما بخفيكم وصلت لطريق مسدود، وصار لازم نعمل صدمة كبيرة لمواجهة الأزمة. أنا طالع على قصر بعبدة لتقديم استقالة الحكومة لفخامة الرئيس العماد ميشيل عون وللشعب اللبناني بكل المناطق، تجاوباً مع إرادة كثير من اللبنانيين يلي نزلوا على الساحات ليطالبوا بالتغيير، والتزاماً بضرورة تأمين شبكة أمان تحمي البلد بهاللحظة التاريخية. ندائي لكل اللبنانيين إنهم يقدموا مصلحة لبنان وسلامة لبنان وحماية السلم الأهلي ومنع التدهور الاقتصادي. معنا عبر الهاتف من بيروت حليمة قاقور الناشطة السياسية من ساحات بيروت والاعتصام. حليمة، كيف تقبل الشارع اللبناني والمعتصمون كيف تقبلوا استقالة سعد الحريري؟ مساء الخير سيدي، مساء الخير لضيوفك ولمستمعينك. بالعكس، الشارع اللبناني يعيش لحظة فرح كبيرة بأول إنجاز وبأول مطلب هو طالب فيه هلا عم يتحقق، ولكن بعد هو مش هيدا المطلب الوحيد، هو طالب ثلاث مطالب أساسيين هو ناطرين بعده وباقي بالشارع ليشوف شو بدهم يكونوا بعد. هل في حكومة تكنوقراط؟ هل في حكومة اختصاصيين مستقلة عن السياسيين؟ هل رح يكون عندها سلطات تشريعية كمان استثنائية لوضع قانون انتخابات، وكمان يكون عندنا انتخابات نيابية مبكرة؟ نحن طلباتنا طلبات الشعب هي أكثر من طلب، بس هيدا الطلب أول طلب عم يتحقق بفضل الشارع، بفضل استمرارية الشارع ووعي كثير كبير للشعب اللبناني وللثورة السلمية اللي عملها وللكاتب ترفع الراس عن جد، لهو لحظة مواطنية تاريخية عم نعيشها بلبنان. طبعا الشارع مبسوط، ولكن الشارع مترقب. ليه مترقب؟ لأنه لا يثق بهذه السلطة. حليمة، هناك أيضا ترقب، يعني في كلمة الحريري دعا إلى المحافظة على السلم الأهلي ومحاولة تأمين طبعا الظرفية. الآن في لبنان تعيش أزمة اقتصادية اجتماعية معيشية، هل هذا الهاجس حاصل الآن في لبنان خاصة ما شاهدناه صباحا من اشتباكات بالأيدي، يعني مظاهر عنف؟ اليوم كان هناك تخوف كبير جدا بأن تتسع مظاهر العنف. السلم الأهلي ليست الثورة، من يهدد السلم الأهلي هي الأحزاب، هي اللي تملك السلطة وتملك الأسلحة. من يهدد السلم الأهلي هم وليس الثورة وليس الناس. الناس سلميين ما عندهم أسلحة، ما عم يستعملوا القوة، مش هن اللي بده يهدد بالسلم الأهلي. هو من يملك السلاح، هو من يملك القوة، هو من يملك الأجهزة الأمنية، ليس نحن.
يعني حليمة التخوف من لبنان، يعني دائما لما نتحدث عن لبنان نتحدث عن حالة خاصة، يعني لما نتحدث عن لبنان نتحدث عن أكثر من 10 سنوات حرب أهلية، لما نتحدث عن لبنان نتحدث عن يعني كل الميليشيات والأحزاب والحالة الطائفية المسلحة. ولكن هذه الحالة مختلفة سيدي، هذه الحالة ليست حزب ضد حزب، هذه الحالة هي الشعب ضد سلطة، شعب ما عنده سلاح ضد سلطة. إذا ضد من بدهم يستعملوا سلاح؟ هل نملك السلاح؟ الحرب بده يكون من الطرفين عنده سلاح. هيدا الشعب ما عنده سلاح، هيدا الشعب سلمي عم يعني ينزل. من يهددنا بالحرب الأهلية ومن يهددنا بالله هو اللي عنده سلاح. إذا نزلوا ضرب مثل اليوم، نزلوا كسروا، نحن كنا واقفين. كسروا لنا الخيام، رجعنا ركبنا الخيام بكل سلمية. هيدا اللي فينا نعمله. طيب إذن هي ليست مثل الحرب الأهلية اللي قبل، لأنه نحن مش مسلحين. هاي ثورة مثقفين شباب عندهم الثقافة وعندهم الوعي السياسي وعندهم الإرادة لبناء دولة. طيب يعني حتى فعلا يعني لأن المتابع العربي الآن يريد أن يطمئن على حال لبنان، لأن يعني هناك تهديدات يعني سمعناها من بعض القيادات السياسية في لبنان، قيادات الأحزاب كما ذكرت، لأن هذه القيادات التي تشكل جزء من السلطة الآن، الشارع يعني محصن من أي محاولة للتفتيت ولزرع الفتنة. حاولوا منذ اليوم الأول أن يزرعوا الفتنة بالشارع ولن ينفع، ولم ينفع. حاولوا سيدي، ولكن هذا الشعب متماسك والثورة متماسكة، والشعب مرض، والشعب عنده وعي سياسي كثير عالي. طيب الآن الاعتصام مازال قائم والناس مازالت في الشارع. طبعا انا بالشارع، انا مع العالم، والعالم ما نزلت ما تركت الشارع لانه بعد ناطرين. طيب حليمة، نسأل الله الامن والامان للبنان، شكرا لك، كنت معنا عبر الهاتف من بيروت من ساحات الاعتصام في بيروت. شكرا لك حليمة قعقور الناشطة السياسية. اذا نذهب الى تقرير حول اخر تطورات اليوم في بيروت ثم نعود للنقاش. أكثر من أسبوع على التظاهرات والاحتجاجات في لبنان، آخر مآلاتها قرار أعلن عنه رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، مفاده تقديم استقالته إلى رئيس الجمهورية ميشيل عون. وفي كلمة مباشرة وجهها إلى الشعب اللبناني، قال الحريري إنه منذ 13 يوماً والشعب اللبناني ينتظر قراراً بحل سياسي يوقف التدهور، إلا أنه وصل إلى طريق مسدود دفعه إلى التوجه إلى قصر بعبدة لتقديم استقالة الحكومة تجاوباً لإرادة الكثير من اللبنانيين الذين نزلوا إلى الساحات للمطالبة بالتغيير. قرار الحريري كان متزامناً مع يوم صعب في بيروت وبالتحديد في منطقة جسر الرينج التي شهدت اشتباكات عنيفة بين عناصر من حزب الله وحركة أمل مع المتظاهرين بعد محاولتهم فض اعتصام اللبنانيين الموجودين في المكان، وهو ما أسفر عن وقوع جرحى رغم تدخل الجيش اللبناني وقوى الأمن للتفريق بينهم. وعلى وقع الاشتباكات قطع محتجون طرقاً رئيسية في عدد من المناطق، ولا سيما تلك التي تربط بيروت بمحافظتي الشمال والجنوب، كما قطعت الطرقات ضمن نطاق مدينة طرابلس باتجاه ساحة النور ومستديرة السلام. ترقب يسود الشارع اللبناني بانتظار قرار رئيس الجمهورية ميشيل عون الرد على استقالة الحريري، فهل ستكون الاستقالة بداية جديدة وانتصاراً للحراك الشعبي المتواصل منذ أيام، أم أنها ستدخل الأحزاب السياسية في مزيد من التجاذبات؟ التقرير للزميلة لبيبة شريفة، مشكوراً. إذن تطورات يعني انعطافية في الحالة اللبنانية مع استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري، وممكن أيضاً تكون مفصل مهم جداً فيما سيقع أو سيلحق بعد ذلك، خاصة لما نعلم بأنه قد غادر قصر بعبدة دون أن يدلي بأي تصريح، والرئاسة الجمهورية اللبنانية صرحت بأنها ستدلي بتصريحاتها أو بتعليقها على هذه الاستقالة غدا أو ممكن بعد ساعات. على كل، نرحب بضيفنا في الاستوديو السيد عبد الرحمن صلاح الدين الصحفي اللبناني. أهلا بك سيد عبد الرحمن. إذا استقالة سعد الحريري، الجميع كان يتوقع صدمة في يعني صدمة سياسية في الشارع اللبناني، ولكن لم يكن هناك توقع لاستقالة سعد الحريري، خاصة بأنه قبل أيام قدم خريطة طريق ورقة إصلاحية كما سماه. هل فعلا ما قاله سعد الحريري حرفيا ما حصل اليوم وصل إلى طريق مسدود؟
يعني هو كان هناك تيارين داخل الحكومة، تيار يقوده الرئيس سعد الحريري يقول أن ينبغي الاستجابة لمطالب الشعب على الأقل بتشكيل حكومة تكنوقراط لطمأنة الشعب وإحداث صدمة إيجابية. تيار آخر هو يتمثل بحزب الله وجبران باسيل والوزير باسيل يقول أنه لا ينبغي الاستجابة لمطالب الشعب بهذه الطريقة حتى لا ترتفع مطالبه لاحقاً، وأن ضرورة الإصرار على 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 عدم تغيير الحكومة كلياً وإنما إجراء بعض التعديلات في الحكومة. أمام هذا الرأيين لم يستطع ربما التوصل إلى نقطة مشتركة، وبالتالي قرر الرئيس الحريري الاستقالة بعد ربما أن أدرك أن الوصول إلى حكومة تكنوقراط أي تلبية مطالب الشعب صعب، وهو لا يستطيع أن يصبر أكثر بتقديري، لأنه كل يوم بقاؤه في هذه الحكومة يفقد المزيد من رصيده الشعبي، وهو سيكون المتضرر الأكبر في حال استمرار الأزمة. طيب، الغير معلم لهذه الاستقالة، يعني نعرف كيف يتحرك سعد الحريري وما هي دائرة تحرك سعد الحريري على المستوى الدولي والإقليمي، هل هناك أطراف دولية؟ ونعرف ماذا تعني لبنان، لبنان دائما تبقى مختبر دولي للنزاعات في المنطقة، هل هناك ضوء أخضر دولي لسعد الحريري حتى يقدم الاستقالة؟ نتحدث أساس عن السعودية وفرنسا. المواقف الرسمية للسفارات في لبنان هي تؤكد على كانت على دعم الحكومة قبل استقالتها وعلى مطالبتها بالاستجابة للشارع والقبول بالنقاط التي أعلنها الرئيس الحريري في الورقة السابقة، لكن عمليا لو رأينا موضوع المصالح ربما حماية المتظاهرين من قبل أجهزة أمنية هو يدل على أن هناك قرار دولي ربما أكبر من لبنان أن هذه التظاهرات ينبغي أن لا تقمع. هذا تقديري الشخصي أكثر ما هو من وجود معلومات، وبالتالي الرئيس الحريري نعم هو ربما قد يكون وقع بين دفة شركائه في الحكومة والذين يرفضون الاستقالة، وربما الضغوط الدولية أو الخوف من ضغوط دولية متوقع في حال تأزمت الوضع أكثر، وبالتالي الذهاب ربما إلى خيارات ليس في وسع الحريري أن يجمع بينها بتقديري، وبالتالي هو قرر الخروج من المستنقع بعد رفض المبادرة التي كان يراها وسطا بينه عفوا بين الشارع والمجتمع الدولي وبين شركائه في الحكم وحلفائه الدوليين. وأنت تحدثت بأن كان هناك أو ممكن ملمح لقرار دولي بعدم قمع هذه التظاهرات من خلال حيادية الأجهزة الأمنية، ونعرف في لبنان من يسيطر على الأجهزة الأمنية وأغلب الأجهزة الأمنية، ولكن ممكن أن يتم قمع هذه التظاهرات عبر أجهزة غير أمنية، عبر ميليشيات، عبر أفراد. ما حصل اليوم صباحا، كيف تقرأ هجوم أفراد محسوبين على حزب الله وأمل الحركات الأحزاب الشيعية هذه، يعني هجمت على المعتصمين، كسرت خيم، ليست المرة الأولى ولكن اليوم كانت الأعنف. نعم، ما حصل اليوم بتقديري هو بعد وصول قرار الحريري بالاستقالة إلى شركائه في الحكومة، ربما هم أرسلوا رسالة للقول أن هذه الاستقالة يعني ستؤدي إلى مشاكل كبيرة في محاولة لثني الحريري عن قراره، لكن يبدو أن الحريري اتخذ قرارا نهائيا بموضوع الاستقالة لا رجعت عنه، وأنه بالنهاية هو لا يستطيع تحمل سياسات شركائه في الحكومة سواء السياسات المحلية أو السياسات الخارجية. الرئيس الحريري نفسه هو كان جزء من ثورة 14 من آذار عام 2005، وبالتالي هو في كل فترة بقائه في هذه الحكومة هو كان خارج خياراته الاستراتيجية والمعروف عنه، وبالتالي هو كان في حالة عدم وضوح سياسي، عدم 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 استقرار. الأمر الثاني أن أيضا الرئيس الحريري المناطق الموالية للرئيس الحريري سواء في الشمال تحديدا في طرابلس خرجت تظاهرات كبيرة جدا، هذا دليل على أن البيئة التي يستند إليها الرئيس الحريري أصبحت هشة بالنسبة له، أصبح لديه صعوبة، هو لا يستطيع أن 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 يكون أطول. بالنسبة لعملية القمع عبر ميليشيات، هذا أنا أستبعده جدا لأنه يؤدي بالضرورة إلى اندلاع حرب أهلية. في لبنان الجميع مسلح، الجميع قادر على امتلاك السلاح، الجميع ربما لديه خبرة في العمل العسكري، وبالتالي محاولة قمع التظاهرات عبر الميليشيات هو غير قابل ل، ولكن هو نفس السلوك، هو نفس السلوك ممكن ما شاهدناه في سوريا في بدايات الحركة الثورة السورية. الوضع في لبنان يختلف، ويختلف، ولكن نفس السلوك الميداني، يعني التركيبة الداخلية في لبنان يعني لا أكثر تعقيدا، يعني لا أحد في لبنان يفكر أن يقمع تظاهرات ثم يجلس في بيته. قمع تظاهرات بهذا التأييد الشعبي يعني بداية حرب أهلية، هو ليس لديه ولا حتى احتمال 1% أن يقمعها ثم يجلس في بيته وكان الأمور انتهت ويمر خارج هذا الموضوع. أنت أستاذ عبد الرحمن تحدثت عن 14 آذار،
الشارع الآن هو يعني ليس في نفس فترة 2005 واغتيال الرئيس رفيق الحريري والد سعد الحريري، ولكن وجدنا المزاج العام على المستوى السياسي 8 أذار و14 أذار. أنت أشرت إلى 14 أذار، هل 8 أذار الآن تمدرس في الحكومة العكس حصل؟ نعم الآن؟ أنا برأيي أن ما يحصل الآن هو أهم وأرقى من خطابات 14 أذار ومن خطابات 8 أذار. لأول مرة حقيقة الشعب اللبناني ينزل بدون شعارات طائفية، الشعارات البسيطة التي أطلقت بالضبط في الشارع كانت غير طائفية. هذه المرة تجاوز الشارع 14 و8 أذار. نعم هو تجاوز هذا الموضوع، لكن كل منهما كانت محطة في تاريخ لبنان، محطة التحول. الخطاب الآن الشعبي الموجود في الشارع يتجاوز انقسام الرابع عشر والثامن من أذار. نحن أمام مرحلة جديدة، أمام تحول في الهوية الوطنية اللبنانية، تحول إيجابي بالطبع على مستوى الشعبي أتكلم هنا. المتحركون في الشارع تجاوزوا انتماءاتهم الطائفية إلى الانتماء الوطني، والحكومة هي لا تزال أو الجهة الحاكمة أو المنظومة الحاكمة لا تزال في الشعارات السابقة، لا تستطيع حتى الآن تخطيها، حتى بما فيهم الرئيس الحريري. يعني المظاهرات التي انطلقت قبل قليل تأييدا للرئيس الحريري انطلقت بأعلام تيار المستقبل، كما أنصار حزب الله يرفعون أعلام حزبهم، كما أنصار حركة أمل، كما أنصار تيار الوطني الحر، بينما المتظاهرون في الضفة المقابلة يرفعون العلم اللبناني فقط لغير. هذا يعني أن فعلا الشارع المعارض للحكومة الآن حقق نقلة نوعية في الهوية الوطنية. هذه النقلة النوعية ينبغي على النخبة الحاكمة أن تجاري الشارع في هذا الموضوع، وأن تجدها فرصة حقيقية للانتقال بلبنان من مرحلة حكم الطوائف إلى مرحلة حكم الدولة الحقيقية. هل تتوقع هذه النخبة الحاكمة في 15 يوم ستتغير؟ هذه النخبة الحاكمة، نحن نتحدث عن نخبة، خلينا نقول بوضوح، نخبة طائفية منذ أن تأسس لبنان. صحيح. يعني منذ أن وجد لبنان كدولة وقيمة هذه الدولة على المحاصصة. هل في 15 يوم سنتحول من دولة المحاصصة إلى دولة المواطنة؟ الواقع يقول أن هذه النخبة هي عملية مستفيدة من الطائفية السياسية ومن الشد العصبي المذهبي والطائفي في البلاد، وهي استفادت وهي ارتقت إلى مناصبها عبر شد العصب وعبر المشاكل الطائفية في البلاد، وبالتالي هي المتضرر الأكبر من بعد ذلك. وفي لبنان احيانا حتى ما فوق الطائفيه او يعني حتى العائليه، نحن نتحدث عن عائلات تتحكم في مصير لبنان، يعني نعم. الحريري، الجميل، الجنبلاط، يعني الارسلان، نحن نتحدث عن عائلات. نعم، وبالتالي هذه الحاله، نعم النخبه الحاكمه الان هي المتضرر الاكبر، لكن ان لم يتم استجابه حقيقيه لمطالب الشارع والاصلاح السياسي وليس فقط اصلاح اقتصادي، فهذا يعني ان الكل سيتضرر، لأن حتى لو قمعت التظاهرات، حتى لو انتهت هذه الأزمة، فإن المسار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي الذي يسير به لبنان لا ينذر بخير أبدا. المطلوب فعلا اتخاذ إجراءات حقيقية. ما يحصل من احتجاجات في الساحة هي بتقديري أنها فرصة أساسية فعلا لكسر حواجز كثيرة في النظام السياسي اللبناني وإعادة مراجعته بشفافية ووضوح. أنا لا أقول أن ننتقل إلى مرحلة الدولة الحديثة ب 15 يوم أو 20 يوم، لكن على الأقل أن نخطو خطوة للأمام تؤسس لشيء إيجابي في المستقبل. سنعود لمسألة التأسيس. معنا عبر الهاتف زميل مجاهد الشاتية الصحفي. مجاهد، أهلا بك. أهلا بكم. إذن العديد يرى بأن ممكن المطب والخلل الحقيقي في جهد الحريري قبل الوصول إلى الاستقالة بأن الورقة الإصلاحية كانت ذات نبرة اقتصادية عالية، في عين أن الأزمة هي أزمة سياسية بامتياز. ألا ترى بأن الحريري قد فوت على نفسه فرصة أن يدور الحالة في لبنان سياسيا ويبتعد عن الخطاب الاقتصادي ذات يعني التوجه المعيشي نحو المواطن اللبناني في حين هي الأزمة السياسية؟ تحية لك بالبداية ولضيفك. مرحبا. لا شك أن الأزمة في لبنان في عمقها هي أزمة سياسية نتجت عنها أزمة اقتصادية في لبنان، لكن خطوة الحريري، يعني الحريري بالنهاية هو مكبل بتسوية سياسية أتت برئيس الجمهورية ميشيل عون أو أتت بميشيل عون إلى رئاسة الجمهورية، وأيضا هو مكبل بتوازنات سياسية داخل الحكومة لا يستطيع أن يخرج منها في كثير من القرارات السياسية في لبنان والإقليم والقرارات الاقتصادية التي تخص لبنان بالتحديد.
ولذلك هو لم يطلق النار على نفسه إذا صح التعبير. هو بالنهاية هذه صدمة إيجابية للشعب اللبناني، وهو مطلب من المطالب الأولى لهذه الثورة التي خرجت في البداية لتحسين الواقع الاقتصادي، لكن لأن الثورة واعية ولأنها تعرف وتعلم جيدا أن مجرد استقالة الحكومة هي خطوة أولى في سبيل أو أمام الخطوات الكبرى، هم قالوا ولم يقتنعوا أيضا طبعا بالورقة الاقتصادية، هم طالبوا باستقالة الحكومة ومنها إلى استقالة بقية الطبقة السياسية والذهاب إلى انتخابات مبكرة، قبل الذهاب إلى انتخابات مبكرة حكومة تكنوقراط ومن ثم الذهاب إلى انتخابات مبكرة، لأنهم يعلموا أن الورقة الاقتصادية لا يمكن تطبيقها على أرض الواقع في ظل نفس الطبقة السياسية أو الطبقة الحاكمة الفاسدة في لبنان، ولأنهم يعلموا أن هذه هم مقتنعين يعني إذا صح التعبير بهذه الورقة، ولكن هم يريدون المزيد، لكن يعلموا أن تطبيقها وتنفيذها هو ضرب من الخيال، لذلك ذهبوا في خيار المطالبة بإسقاط الحكومة ومن ثم المطالبة بانتخابات مبكرة. طيب مجاهد، هل الآن الظرف مهيئ في لبنان من أجل الذهاب إلى مراحل أخرى متقدمة؟ تحدثت عن انتخابات، لكن قبل الانتخابات الشارع أيضا يطالب بقانون انتخابي جديد، وقبل الحديث عن حكومة التكنوقراط الشارع يطالب بضمانات، يعني المناخ الآن ما زال هناك ورشة مفتوحة. يعني هذا المناخ، الكرة تهيئة المناخ لا يسأل عنه الشارع اللبناني، يسأل عنه الطبقة السياسية فيما إذا كانت ستستجيب للشارع اللبناني أو أنها ستضرب بهذه المطالب عرض الحائط وستحاول أن يعني تفعل المستحيل من أجل بقائها في السلطة وتدوير الزوايا، يعني إذا ما صح التعبير هو وضع مساحيق، بعض مساحيق تجميل الوضع عبر الالتفاف على بعض القرارات. أنا أعتقد أن السلطة الحاكمة لن تهيئ الأجواء أو المناخ السياسي بهذه السهولة للذهاب إلى حكومة تكنوقراط حقيقية بيدها صلاحيات واسعة، ولن تهيئ الظروف للذهاب إلى انتخابات مبكرة في ظل اللاءات التي وضعها الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله. وأيضا عبر يعني ما حصل اليوم في ساحة رياض الصلح وفي بعض المناطق اللبنانية من خلال الزج بمحاذبين لاستخدام القوة من أجل سد الاعتصام، هذه رسالة واضحة أن سقف المطالب التي يمكن أن تقبل بها السلطة الحاكمة هي استقالة الحكومة، ومن الممكن اليوم يتم الاتفاق بين رموز السلطة على الاتيان بحكومة مصغرة وإن كانت تكنوقراطية، إلا أنها ليست بعيدة من عن أجواء الأحزاب. لذلك لا يسأل الشعب اللبناني أو الثورة اللبنانية عن الأجواء، من يسأل عن الأجواء هي مدى قبول السلطات لهذه المطالب. وأنا أعتقد يعني الشعب اللبناني أو ومن خرجوا بهذه المظاهرات يملكون وسيلة من وسيلة الضغط من أجل، لأنه لا يعني المطالب لا تأتي بالسهل، لابد يعني من تضحية، لابد من ضغط، وهذه يعني شيء طبيعي في تاريخ الثورات وفي تاريخ. طيب مجاهد، دائما في عملية الفصل في الشارع اللبناني الآن هناك من يقدم هذا الشارع بأنه شعب وسلطة، ولكن أيضا هناك مشهد آخر، هناك من يقدم هذا الشارع 8 آذار و14 آذار، أو من يقدم هذا الشارع بأنه هناك أطراف طائفية لا زالت تؤمن بمحاصصة الدولة وأطراف تؤمن بالمواطنة، يعني في آخر الأمر كل هذه التوصيفات متداخلة في الشارع اللبناني، وهو يدفع إلى التخوف، هناك هواجس تحضر. يعني لا شك أنه يوجد شيء من الصحة في الوضع اللبناني، بس ولكن موضوع 14 من آذار أعتقد الآن تم تجاوز هذه يعني تجاوز هذه المرحلة. اليوم الشعب اللبناني لأول مرة كسر جدار مهم، هو جدار اسمه الطائفية، يعني هو قفز فوق الطائفية، قفز فوق المناطقية، قفز فوق الطبقية السياسية الطبقية عفوا التي زرعتها السلطة أو الإقطاعيين السياسيين إذا ما صح التعبير في لبنان. اليوم هو قدم نموذجا أنه لا يريد لا 14 ولا 8 آذار، لا يريد التستر خلف
الجدر الطائفية في لبنان، لكن طبعا يبقى أن هناك متحازبين، يبقى هناك طائفيين، يعني الأمور لن يعني يتم الشفاء منها بين ليلة وضحاها، لكن هذه الثورة خطت الخطوة الأولى من أجل إلغاء الطبقية السياسية والطائفية في لبنان، هذا لا شك لا غبار عليه. لكن طبعا هناك من حدث اليوم في رياض الصلاح يعني يقول أن لبنان بشكل عملي ما زال هناك فيه محازبون طائفيون، هناك من يريد أن يبقي الوضع الراهن على هذا الاستاتيكو الطائفي والسياسي، هذا لا شك فيه ولا غبار عليه. لكن نحن كما نقول أننا نحن في مرحلة جديدة، ما قبل الثورة ليس كما بعدها، نحن تقدمنا خطوة كبيرة، إصرار الناس على التظاهر رغم حالة القمع التي يريدها حزب الله وحركة أمل وبقية أحزاب السلطة لفض هذه الاعتصامات، طبعا يعني هناك عين تقاوم المخرز، الأيام هي من سيربح في نهاية المطاف. على كل في متابعة للتطورات في بيروت وفي لبنان عموما، شكرا لك مجاهد الشاتي الصحفي، كنت معنا عبر الهاتف. مشاهدينا الكرام نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود إلى هذه التغطية الخاصة للتطورات في لبنان. أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه التغطية لأخذ التطورات في لبنان. رئيس الحكومة سعد الحريري يستقيل ويقدم استقالته إلى الرئيس اللبناني ميشيل عون، ذهب إلى قصر بعبدة وخرج من القصر دون أن يدلي بأي تصريح. سعد الحريري قال بأنه وصل إلى طريق مسدود وكان في حاجة إلى صدمة، وهذه الصدمة كانت الاستقالة. الشارع اللبناني أو جزء كبير من الشارع اللبناني، المعتصمون في ساحات لبنان في رياض السلك وغيره من الساحات في كل لبنان، كان هناك مظاهر فرح وتقبل هذه الاستقالة بكثير من الروح الانتصارية بأن هناك أحد المطالب بدأ يتحقق، ولكن سياسيا وأيضا ميدانيا هناك تخوفات من المآلات والسيناريوهات المحتملة، خاصة صباحا كان هناك بعض الأطراف المتحزبة قد هاجمت المعتصمين في رياض الصلح في بيروت. نجدد ترحيب بضيفنا في الاستوديو عبد الرحمن صلاح الدين الصحفي اللبناني، أهلا بك من جديد أستاذ عبد الرحمن. قبل أن نذهب إلى المآلات والسيناريوهات، عندما نتابع الحالة اللبنانية، هي بنيت لبنان بعد الحرب الأهلية على اتفاق الطائف، واتفاق الطائف هو عوض أن يكرس دولة المواطنة وكرس أكثر فأكثر دولة المحاصصة والطائفية. هل الآن، أنت ذكرت أو أيضا زميل مجاهد شاتي عبر الهاتف ذكر بأن قد تجاوزنا 8/14 أذار، ولكن هل هذه الثورة أيضا تجاوزت الطائف؟ لأن كانت هناك دعوات منذ سنوات تقريبا منذ 2008 إلى تخلي عن الطائف وإعادة صياغة النظام السياسي في لبنان والمشهد السياسي في لبنان. هل أتت هذه الثورة، هذا الحراك في الشارع قضى نهائيا على الطائف؟ بتقديري ليس الطائف في ليس سنة 89 ليس المشكلة في اتفاق الطائف، المشكلة في عدم التطبيق الكامل لاتفاق الطائف. اتفاق الطائف ينص على إنهاء الطائفية السياسية تدريجيا، ما طبق هو نصف اتفاق الطائف وباقي النصف الثاني معلقا حتى الآن. لابد من إيجاد مسارات عملية لإنهاء الطائفية السياسية في لبنان، هذه هي العقدة الرئيسية، ليست المشكلة هي في اقتصادية أو في نوعية الطبقة الحاكمة. النظام التوافقي الذي ينص على أن أصغر قرار تتخذه الحكومة هي بحاجة لأغلبية الثلثين، يعني أن هناك أي أقلية سياسية قادرة على تعطيل البلد، وبالتالي التعطيل مقابل التعطيل يؤدي إلى النهاية إلى تقاسم الفساد وتقاسم يعني تقاسم التعطيل أو تقاسم الفساد، هذا ما يحصل عمليا. لابد في أي نظام سياسي عقلاني وعملي في 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 الحياة أن يكون هناك طرف مسؤول عن الحكم وطرف آخر في المعارضة يضيء على مشاكل هذا الطرف المسؤول. ما يحصل في لبنان هو العكس تماما، الكل موجود في الحكم والكل يتهرب من المسؤولية عند المحاسبة، والكل يستفيد ويلقي أيضا. والكل يستفيد لكن يتهرب من المسؤولية ويقول، وحتى اللحظة كل فريق في الحكومة يقول أن الأطراف الأخرى هي من تعرقلني، لأن طبيعة النظام السياسي لا تصلح.
هذا التركيبة الطائفية وضعت في لبنان منذ تأسيس منذ ما قبل تأسيس الدولة، منذ إنشاء متصرفات جبل لبنان، لكن لابد من بتقديري من تجاوزها، ولتجاوزها ليس بالأمر السهل. نحن لدينا مجموعة عقد طائفية لابد من حلها، لكن هناك إمكانية عمليا لطمأنة الطوائف تحديدا المسيحيين، هناك إمكانية فعلا لأن تكون الطائفية الانتفاع منها إيجابية، مثلا عبر إيجاد مجلس شيوخ يتولى الأمور الرئيسية يكون منتخب طائفيا، بينما يترك للبرلمان والحكومة يعني إدارة. البرلمان يعني مجلس النواب والحكومة إدارة البلد من خارج العقلية الطائفية، وينتخب بشكل غير طائفي وتشكل بشكل غير طائفي، يكون ويتم فيها السياسة وفق الأغلبية المطلقة، أي نصف زائد واحد وليس وفق أغلبية الثلثين، فليحكم من يريد أن يحكم، من يختاره الشعب، والمعارضة ولو كانت 49% تجلس وتعمل على تصليح أو تصحيح مسار الحكم والانتظار للانتخابات المقبلة لتكون في الحكم. هذا هو المنطق السياسي السليم الذي ينبغي أن يكون في لبنان. المشكلة في التنوع الطائفي والتاريخ من الحروب الأهلية يمنعنا من ذلك، لكن نحن الآن أمام فرصة تاريخية فعلا لكسر هذا الحاجز، ولو على الأقل وضع خطة زمنية، ولو على الأقل تدريجية. أنا لا أقول أن ننتقل الآن، لكن على الأقل إنشاء حكومة تكنوقراط وإنشاء لجنة دستورية تعيد دراسة الدستور وتحاول إيجاد خرق فيه. أستاذ عبد الرحمن، يعني كان العديد من الزعامات اللبنانية يعني الراشدة والعاقلة كانت تتحدث عن عوض التنوع الطائفي، أن نحن نتحدث عن تنوع ثقافي، وهذا لم يحصل في لبنان، يعني رغم الدعوات العديدة في هذا الاتجاه. يعني وأنت تتحدث عن لبنان الجميع مستفيد، ثلث المواطن مستفيد من التعطيل ومستفيد من الفساد، يعني كل الشخصيات الموجودة في الساحة السياسية في لبنان مستفيدة من الفساد. المنظومة التوافقية إجمالا فشلت في العراق، ونحن الآن نشهد في العراق بالتوازي مع لبنان، ولهم سبق لبنان أيضا مظاهرات رافضة شعبي كبير في العراق. نعم. كل الدول الأخرى التي تقوم على مبدأ التوافق لا تصلح للحكم. أنا حتى البوسنة مثلا خرجت حرب أهلية بنظام توافقي، هي حتى الآن شبه جامدة شبه ميتة كدولة. أنا زرت البوسنة شخصيا ورأيت هذا بعيني، النظام التوافقية لا تصنع الدول، لا تصنع حركة سياسية، وبالتالي لا تصنع حركة وكلهما اقتصادية. وكل هذه النماذج قامت على اتفاقات شبيهة لاتفاق الطائف، مثلا اتفاق دايتون في البوسنة أو غير أو اتفاق المنطقة الخضراء في 2003 في العراق. على كل نعود إلى الحالة اللبنانية الآن، كيف سيكون رد فعل ميشيل عون الرئيس الجمهورية اللبناني، خاصة بأن ميشيل عون والتيار الذي ينتمي إليه تيار وطني الحر هو مع الحكومة بجبران باسيل وزير الخارجية، يعني من أقطاب الشخصيات السياسية الرافضة لهذا الحراك. الرئيس عون هو أكبر المتضررين، هو أتى إلى الحكم بعد عمل سياسي طويل، بعد حتى خوض حرب عام 1990 أو أكثر من حرب خوضها خلال الحرب الأهلية، بعد عمل سياسي بعد نفي استمر ل 15 عاما. هو فعلا بتقديري أنه يريد، وبعد اتفاقات مع حزب الله أيضا، صحيح، هو فعلا يريد النجاح لعهده، لا يريد هذه النتيجة التي آل إليها عهده. لكن المشكلة في التيار الوطني الحر الذي يتزعمه عون ويرأسه عمليا جبران باسيل والذي هو صهر عون، أن الطموحات الشخصية السياسية لجبران باسيل بدأت تلقي بثقلها على عهد الرئيس عون. جبران باسيل يريد أن يكون هو الرئيس المقبل، وهي تقوم اللعبة السياسية للتيار الوطني الحر كلها في هذا الاتجاه، أي التهيئة لوجود جبران باسيل في الرئاسة المقبلة. وحتى اللحظة هناك تسريبات أن البارحة أو البارحة جبران باسيل عرض أن يعني أن توافق الأطراف السياسية على أن يكون هو الرئيس المقبل مقابل القبول بحكومة تكنوقراط. وبالتالي الرئيس عون هو يدفع بتقديري قبل كل شيء ثمن طموحات صهره جبران باسيل، انفلتت فعلا، وهو بتقديري أيضا يدفع ثمن هذا الخلاف غير القابل للضبط. يعني أنه هناك بالنهاية صعب أن يلتقي تيار المستقبل بتحالفاته الأقليمية مع حزب الله بتحالف الأقليمية في حكومة، هم التقوا نعم لكن ليس إلى الأبد، والآن بدأ نرى هذا التفسخ. بتقديري أن ربما الرئيس عون هو أيضا تحت ضغوط دولية، يعني صدرت عدة تلميحات من الولايات المتحدة أنه تحت أن ربما قد يتعرض هو أو بعض مقربينه إلى عقوباته، وهذا أيضا يضغط عليه. وبالتالي الرئيس عون هو المتضرر، هو أكثر من يجدر به السعي إلى لملمة الأوضاع. لكن هناك من يقول صهره الآخر العميد شمال ركز، وهو أيضا في البرلمان اللبناني، لمح أكثر من مرة على أن باسيل يسيطر على قرار عون، وهذا ما يفيد بخلافات داخل التيار الوطني، حتى داخل العائلة. وبالتالي الجناح الذي سيتمكن من إقناع الرئيس عون بالقرار بوجهة نظره بتقدير هو الذي سينعكس على رد الرئيس عون. لكن أنا أرجح أن الرئيس عون ربما
يعني سيرفض هذه الاستقالة أو يدينها، أو يعني هو سيحاول ثني الرئيس الحريري عن قراره، ولا أتوقع أن الرئيس الحريري سيعود عن الاستقالة. ما نتوقعه أننا سندخل في مرحلة فراغ حكومي، يعني حكومة تصريف أعمال لفترة طويلة، لأن الخلافات بين القوى السياسية التي هي قادرة على تشكيل الحكومة بأغلبية الثلثين كما هو معروف لا تزال كبيرة جدا، من الصعب لملامتها رغم كل هذا الحراك الموجود في الشارع. طيب، معنا عبر الهاتف سيدة بدرية الراوية، الباحثة في العلوم السياسية. سيدة بدرية، أهلا بك. أهلا بك. لا أستمع إلى الصوت بشكل جيد، هل تسمع؟ تسمعني أستاذة بدرية؟ طيب، أهلا بك من جديد. إذن الآن سعد الحريري قدم الاستقالة، ننتظر الرئيس ميشيل عون كيف سيتعاطى معها، هل سيقبلها، يرفضها، يجمدها، يعلقها، يطلب من الحريري أن يرأس حكومة تصريف أعمال إلى حين إيجاد خريطة طريق للخروج من الأزمة. ولكن هناك ردود أفعال أخرى أيضا مع الشركاء السياسيين في الحكومة وفي البرلمان وفي المشهد السياسي اللبناني. حزب الله أقوى طرف الآن سياسي موجود في لبنان، أو من أكثر أقوى الأطراف، كيف سيقبل أو سيتعاطى حزب الله مع هذه الاستقالة؟ نعم، بداية هو ليس من أقوى الأطراف، هو أقوى الأطراف فعليا. طيب. وهذا الحراك في الشارع هو وجده يستهدفه مباشرة. لماذا يستهدفه مباشرة؟ لأن حزب الله بعد الانتخابات الأخيرة حصد وحلفائه الأغلبية في البرلمان، ثم تم تشكيل حكومة من يعني هي بعد التسوية جاءت في صالحه وفي هواه، وسابقا رئاسة الجمهورية أيضا في صفه. فعمليا حزب الله هو المهيمن والمسيطر على كل يعني على السلطة السياسية في لبنان. أول ثانيا، كان المخرج بداية أن يعمل الحريري على الاستقالة، ولكن تم خارطة الطريق مسبقة أن يعين فيها على رأس الحكومة المقبلة سعد الحريري، ولكن من خلال أطر أو من خلال يعني تفاصيل معينة، لكن تم رفض أو تم الصدام مع الفرقاء الآخرين في كل السيناريوهات. أول سيناريو مثلا أن يتم إعادة تشكيل أو تدبير الحكومة السابقة بوجوه جديدة رفضها رئيس الجمهورية لأنها لا تحتوي على جبران باسيل. ثانيا، حزب الله تحديدا رفض حكومة تكنوقراط، لأنه وجد نفسه أنا عندما أقبل بحكومة تكنوقراط أقدم تنازلات، أتخلى عن نفوذي أو مكتسباتي السياسية في الحكم لصالح من؟ هذا الشيء الذي يتعجب به حزب الله، أنه حتى الآن ليس قادرا على تحديد خصمه أو لمن يقدم هذه التنازلات السياسية. فتم رفض أيضا حكومة تكنوقراط برئاسة الحريري لاحقا. المسألة الأخرى أو الخيار الثالث كان أيضا حكومة مصغرة من الأحزاب اللبنانيين، ولكن بوجوه جديدة أيضا تم رفضها من رئيس الجمهورية وحزب الله. الآن الحريري أو رئيس الجمهورية طبعا سيعود إلى الحريري بأن يشكل أو أن يتولى أمور إدارة البلاد من خلال حكومة تصريف أعمال، لكن هل حزب الله سيقبل بالحكومات أو ب حكومة مقبلة؟ هل سيقبل بحل برلمان ودعوة لانتخابات مبكرة؟ هذا برأيي مستحيل، خاصة أننا سمعنا قبل قليل تصريح لأحد النواب من حركة أمل أظن أو حزب الله، قال أن رئيس الجمهورية خط أحمر لا يمكن إسقاطه، وهو سيبقى لمدة 6 سنوات الباقية. وعليه أنتم تريدون أن تصاعدوا أو تريدون أن تغيروا بالأوضاع أو بالنظام السياسي، هذا شيء محال. أقصى ما يمكن للشارع الوصول إليه هو إسقاط الحكومة. طيب، أكثر من ذلك أظن من الصعب جدا على حزب الله قبول بأي تنازل. سيدة بدرية، وعليه أيضا، ألا ترين بأن قبول الرئيس عون لاستقالة سعد الحريري وتكليفه بإدارة حكومة تصريف أعمال وتمديد هذه مدة حكومة تصريف الأعمال ممكن تكون مرحلة لامتصاص هذا الغضب الشعبي ومرحلة لامتصاص هذا الحراك في الشارع، مثل ما وقع يعني أمامنا التجربة الجزائرية، يعني 36 أسبوع والحراك يريد أن يسترجع أنفسه، ولكنه الآن السلطة هي التي لا تدير كل الخيارات. هل هذا ممكن أن يقع في لبنان؟ لا أظن. لماذا؟ لأن الشارع الآن يعني حتى الشارع رغم أن سقط الحكومة الآن لم يتم احتواء غضبه، أو يعني إلى حد ما طبعا ثمة من يعني في الشارع قام مثلا باحتفاليات معينة أو اعتبره نصرا، لكن ثمة وعي في الشارع اللبناني أن مجرد استقالة الحكومة ليس هو المطلب النهائي أو الكافي،
هم خرجوا بشعار كلهم يعني كلهم أي كلهم عليه هم يخرجون الآن أيضا في الساحات، يعني الآن في زخم أكبر للمطالبة بمزيد من الإصلاحات أو المكتسبات السياسية، منها إسقاط العهد كله ليس فقط إسقاط الحكومة. طيب يا سيدة بدرية، أنا أظن أن هذه الخطوة هي ناجحة من قبل السلطات، بل أظن أنهم سيسعون لوضع الشارع في مقابل شارع مناصر لهم. بالضبط. هنا اردت ان اسالك، يعني هل هو يعني سنجد نفسنا امام سيناريو 2005 8 اذار 14 اذار، خاصه بان هذا المرجح؟ نعم، هل هذا وارد؟ هذا وارد ومرجح، يعني احنا منذ ساعات وجدنا بعض يعني لما يثير الغرابه ان الانصار التيار الوطني الحر ومناصرين رئيس الجمهوريه خرجوا في احدى المدن تحديدا في زحله تحت شعار نحن ام الصبي. ما معنى كلمه ام الصبي؟ ان هم ايضا يطالبون بالاصلاح ومكافحه الفساد وانهم سابقون على الحراك بهذا. يعني بدات هناك مسيرات لهم داخل وتقول ان رئيس الجمهوريه خط احمر. يعني الان الرايات الحزبيه بدات تشوش على الراي الوطني، لانه في بدايه الحراك كان نعم. فقط الراي اللبناني. تيار المستقبل خرج برايته، التيار الوطني الحر خرج برايته، ايضا هناك اخبار بان تيار المردة بدا يتحرك، يعني الجميع بدا يتحرك تقريبا. اهدأ نعم، التعليق كان من وليد جنبلاط. صحيح، لكنهم لم يخرجوا في الساحات الرئيسيه للحراك او للثوره، على الهامش يعني في ساحات اخرى، يعني مثلا في مناطق ومدن اخرى قائلين ان ثمة شعب اخر يريد ايضا اصلاحات ويريد ان يبقي على بعض رموز او شخصيات في السلطه. طيب انا اختم معك، هي متفاوته، يعني اصلا مشكله او من ثغرات هذا الحراك انه الطلبات المطالب متفاوته بين ساحه واخرى. طيب بالضبط، هنا اريد ان اختم معك بهذه النقطه، يعني الحديث عن الاصلاح في لبنان مع هذه النخبه السياسيه، يعني انا استغرب كيف احيانا يوجه الخطاب للنخبه السياسيه، وهي النخبه السياسيه والطبقه السياسيه الحاكمه هي المسؤوله عن الفساد في لبنان، خلينا نقول منذ اتفاق الطائف، يعني منذ التسعينات، يعني هي مسؤوله عن، كان لها مسؤوليه مباشره اخلاقيه وسياسيه عن في الحرب الاهليه، قبل الحرب الاهليه على النظام السياسي، ولكن منذ الطائف للآن هي مسؤولة عن الحالة التي وصلتها لبنان. كيف نطالب هذه الطبقة بأن تكون هي أيضا توكل إليها مهمة الإصلاح أو مهمة الإشراف وتأمين عملية انتقالية في لبنان؟ صحيح، لكن السؤال من طالب بأن السلطات هي نفسها تقوم بهذا الإصلاح؟ هم جزء من الذين خرجوا في الشارع، وتحديدا اليوم كما ذكرت قبل قليل هم من يريدون الالتفاف على مطالب الحراك بشموليته، أنه سابقا الحراك يقول نحن نطالب بإسقاطهم جميعا، من يخرج الآن من يلتحق بركب الحرق هم يريدون أن يأخذوا المطالب بهذا الاتجاه، أننا خشية الفوضى وخشية السيناريوهات تقودنا إلى المجهول، ممكن نحن أن نطالب بعض الرموز الموجودة في السلطة بأن تقوم بإصلاحها. الإشكالية هي أنه أنت عندما تخرج إلى الشارع وتقول أنها ثورة، عندما تقول ثورة لا أظن أنه يجب عليك أن يعني أن تتبع الخطوات أو تسير في الطرق الدستورية، الآليات الدستورية. لكن الآن ما يجري أن العديد من الموجودين في الحراك أصلا يطالبون ببعض الإجراءات، منها مثلا من طلب حكومة إنقاذ، ثم حكومة الإنقاذ يعني تطلب من البرلمان أن يفوضها بتشرع قانون انتخابي جديد، ومن ثم انتخابات مبكرة، ومن ثم وجوه جديدة في البرلمان وعليه حكومة جديدة ورئاسة جديدة. هذا المطلب، وهذه يعني بعد ذلك وجوه جديدة في البرلمان، وجوه جديدة في البرلمان سنجد من هو من عائلة تجمير ومن عائلة يعني ميقاتي، يعني هي نفس العائلات ستكون موجودة في البرلمان ونفس يعني المجموعة في آخر الأمر حتى بوجوه جديدة. هذا يطالبون، نعم بهذا يطالبون بقانون انتخابي جديد. بالضبط. والبعض حتى طالب بتفعيل الطائف وإنشاء مجلس شيوخ. يعني في لبنان طبعا السلطه التشريعيه هي فقط البرلمان. طيب طالبوا بان يكون وضحت الفكره على كل والصوره، ولو ان الوضع معقد ولكن الصوره على الاقل واضحه لحد الان في لبنان. اشكرك سيده بدريه الراوي الباحثه في العلوم السياسيه، كنت معنا عبر الهاتف. وعد الى ضيفنا في الاستوديو سيد عبد الرحمن صلاح الدين الصحفي. اذا يعني حتى في الحديث عن السيناريوهات نحن نتحرك فوق ارض فيها الكثير من الالغام. صحيح. يعني لم يعد الحديث فقط عن المناطقيه والطائفيه وعائلات متحكمه واقطاع سياسي، نحن نتحدث ايضا عن محاصصة دولية. هذا يجب نفهمه في لبنان. لبنان هي دولة صحيح، ولكن دولة فيها محاصصة دولية واضحة منذ عشرات السنين. هل الآن الأطراف الدولية
تنظر إلى لبنان متخوفة، هناك هواجس أكيد، أم تنظر إلى لبنان أنه مختبر لمرحلة قادمة ممكن تكون يعني درس لما سيقع في سوريا، لما سيقع في العراق، أم يمكن عزل لبنان عن كل هذه التجاذبات؟ يعني حتى ما قبل قدوم ترامب إلى الرئاسة كان المطلوب عزل لبنان عن المحيط في سوريا، وهذا العزل حصل عمليا، لكن بعد قدوم ترامب إلى الرئاسة في الولايات المتحدة ربما تغيرت المعايير، بدأنا نرى عقوبات أكثر على حزب الله، على مقربين من حزب الله في لبنان، هناك ضغط موجود، أيضا هناك تصعيد على شركات، على بنوك، على رجال أعمال، يعني هناك أيضا تصعيد سعودي إيراني في المنطقة، حزب الله هو جزء من الحرب في اليمن باعترافه طبعا، وبالتالي الموضوع الدولي هو موجود بلبنان بشدة وهو مؤثر جدا في هذا الوضع. بتقديري أن التنافر الإقليمي اليوم الموجود هو عامل تأزيم أكثر للوضع اللبناني، لأن هذا التنافر يعني عدم وجود اتفاق خارجي حول لبنان، عدم وجود اتفاق خارجي حول لبنان يصعب وجود اتفاق بين من ومن؟ بين إيران والسعودية بدرجة أساسية بتقديري، وأيضا بين دول أخرى نافذة موجودة على الأرض، منها مصر، منها الإمارات، منها قطر وإن كان نسبيا، لكن عمليا تحديدا الإمارات وعفوا السعودية وإيران، هناك تنافر سعودي إيراني من الصعب في هذه، ولكن نعرف أن لبنان أيضا فيها تعتبر الحديقة الخلفية لفرنسا، وفرنسا لها نفوذ كبير جدا وحريصة أن لا تفلت منها لبنان. أظن أن فرنسا ليست، وهي أول يعني حسب الأخبار يعني هي أول دولة كان لها رد، فرنسا ليست حتى الآن هي صدامية، ليست صدامية في هذه اللحظة مع أي طرف في لبنان، لكن الصدام الأساسي هو سعودي إيراني بتقديري، وهذا يترك أثره بشكل أو بآخر على، لأن هناك من يقول بأن السعودية كانت إلى حد ما وراء هذا الحراك وأرادت أن تشوش على حزب الله. أنا لا أؤمن بنظرية المعارضة، يعني إذا كانت السعودية تستفيد من هذا الحراك فمثل دعنا نقول يعني تستثمر، تستفيد يعني من الحراك ليس يعني وراءه، يعني حتى أننا نبخس الشارع نعم اللبناني نعم ثورته ونسلب هذا الحق في يعني مثل يقولوا صحتان على قلب الشاطر عندنا في لبنان، يعني عمليا هذا حراك خرج من واقع اجتماعي سياسي صحيح اقتصادي صحيح صعب جدا، قد يكون هو إيران تخسر به أو حزب الله يخسر به، رغم أنه كان عنده فرصة أن لا يخسر به، لأن أنا أقول حسن نصر الله الحكومة لن تسقط، أن يتصدر هو وشارعه محاولة التصدي لهذا الحراك، هو من يقدم لنفسه الخسارة، لا أحد وضعه أمام الخسارة، هو وضع نفسه أمام الخسارة عندما حاول التصدي سياسيا وشعبيا على الأرض لهذا الحراك وتخوينه واتهامه بهذا الشكل. بتقديري حزب الله هو فتح على نفسه معركة كان لا ينبغي أن يفتح على نفسه لو كان هو يعني لو هذا القرار اتخذ بشكل عقلاني، لأن كثير من الشعارات الموجودة في الشارع حزب الله كان يطالب بها قبلا، يعني فلماذا هذا الاستعداء للشارع؟ بتقدير استعداء حزب الله للشارع وليس في مصلحته، حزب الله انجره أكثر إلى نظرية المؤامرة، وهو كان بإمكانه أن يستثمر في هذا الحراك كما استثمر بها غيره، يعني مثلا ربما وليد جملات هناك من يقول أنه يستثمر، ربما من يقول أن القوات اللبنانية تستثمر، لكن القوات اللبنانية على الأقل استجابت لمطالب الحراك، استقال وزراؤها، وليد جملات يطرح طروحات سياسية، كانت أيضا تصريحات لسمير جعدة يعني خارج السياق، يعني فعندما حزب الله ومن خلف إيران يضعون أنفسهم في موضع التصادم مع الحركات الشعبية هم من يخسرون، وليس السعودية هي التي تورطهم أو هي التي تستثمر ضدهم. الخيارات الإيرانية للأسف في المنطقة مؤخرا هي تقوم، عندما وصلت الحركات الشعبية إلى العراق وإلى لبنان ومن قبلها إلى سوريا اتخذت مواقف مضادة لهذه الحركات، ومن الطبيعي أن تدفع أنت ثمن هذه المواقف شعبيا. هذه الخيارات دول النافذة أقليميا، ولكن أختم معك في أقل من 10 ثواني، الخيار الوطني اللبناني، الخيار المواطني اللبناني، خيار الدولة اللبنانية، هل يمكن بعد استقالة الحريري عودة الحديث عن المطالب الأساسية؟ ليس فقط استقالة الحريري هي شجرة ستخفي غابة، ولكن هناك مطالب أخرى حقيقية لإصلاح سياسي، هل الآن الطريق ممهد أم سنجد أنفسنا أمام سيناريوهات أخرى يعني ممكن تكون مخيفة للبنان؟ الفرصة تاريخية، الفرصة صعب أن تكرر لإصلاح الوضع في لبنان، لكن لو أن الأحزاب ضيعتها فالكل بتقديري سيغرق، لبنان سيصبح معزولا، ربما يذهب إلى فوضى محلية، لابد من صحوة الضمير، لابد أن يكون هناك تيارات داخل هذه الأحزاب، تيارات إصلاحية عليها أن تضغط باتجاه فعل
عمل إصلاح حقيقي حتى لا نذهب إلى الانفجار الكبير الذي حتى اللحظة والحمد لله لم نصل إليه. وإحنا فعلا يعني من يتابع الحالة اللبنانية منذ تقريبا 10 سنوات كانت هناك تيارات شبابية أو ما يسمى بتيار ثالث داخل حتى لبنان. داخل الأحزاب هناك وزراء قدموا نماذج إيجابية جدا. نعم. من كل الأطراف. نعم. كل الأحزاب قدمت بعض الوزراء الذين فعلا يشكلون نموذج رائع على كل على كل. نحن في متابعة للتطورات في لبنان. أشكرك أستاذ عبد الرحمن صلاح الدين الصحفي كنت معنا، وكذلك شكرا لكل من تدخل عبر الهاتف. نحن ما زلنا في متابعة وفي تغطية خاصة لآخر التطورات التي شهدتها الساحة اللبنانية اليوم. استقال رئيس الحكومة سعد الحريري، قدم استقالته للرئيس ميشيل عون. صباحا كانت هناك اشتباكات في ساحة رياضة الصلح. على كل السيناريوهات مفتوحة في انتظار آخر التطورات. كما قلنا لكم نحن ما زلنا في متابعة لهذه التطورات. شكرا لكم مشاهدينا، ونبقى مع هذه التغطية الخاصة.